أنا امرأة متزوجة ولقد كانت حياتي الأسرية في بدايتها سعيدة جدا، وبعد فترة من الزمن تغيرت هذه الحالة، ولقد كنت يا شيخ والله يشهد علي من فوق 7 سنوات أني أتوخى إزعاز زوجي ولكن دون جدوى، ولقد كنت في هذه الفترة يصيبني كثير من الإغماء والتعب والنصب في قلبي وجسدي، وذهبت إلى كثير من الأطباء والعيادات ولكن الجميع يقول لا شيء، وعندما يغمى علي ويقرأ علي أهل القرآن وإن في حالتي هذه أخاف أرجع وأنا في حالتي هذه أخاف أرجع كما كنت. وبعد فترة نطق السن جني الظاهر وبداخلي وتحدث عن أشخاص ما كانوا يسيئون المعاملة معي لدرجة أن الكثير من الناس يشهدون عليهم بذلك، ولقد كنت أحلم أحلام مزعجة جدا، فماذا أفعل يا شيخ وما هي نصيحتكم لي؟ عليك بذكر الله والإكثار من الدعاء تلاوة القرآن، ولا بأس أن تذهب إلى إنسان موثوق في عقيدته وفي دينه ويقرأ عليك مع التستر والاحتجاب عنه، ويقرأ عليك لعل الله أن يزيل عنك ما أصابك مع الاحتساب والصبر والإكثار من ذكر الله. وإذا وجد من المسلمين من هو محل ثقة وعقيدة سليمة وتحضرين عنده ويقرأ عليك من القرآن مع الالتزام بالحجاب، فهذا سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. نعم، ولا يكون في خلوة، ما تخلون مع من يقرأ عليك، بل يكون فيه محرم يحضر معك. نعم.